سلم لفامي سلم لكل شناهويلكم فاميليا ومرحبا بكم فيديو جديد ونهار جديد مع قيس نصري. شبيب انا توا في باريس وبالتحديدا بورت دورليون. نجم نقولوا هذايا اخر فيديو باش نعمله في باريس وباش نمشي نرجع لبلجيكا باش ناخذ من غادي البوس ونرجع لالمانيا. المهم رحله الشتاء والصيف انا مع بعضنا صاوب جيت بالذمه لهنا بورت دورليون 14 ثم غادي رستورون باش نمشيو ناكلو اقوى تاكوس بالنسبه لي انا بطبيعه في باريس. سو يلا جو شبيبه نكتشفوا الدنيا كيفاش. شوفوا هذا فما البائعين المتجولين هذا تلقاه يبيع المايس كيما نقولوا احنا القطانية والدنيا كيفاش. سو يلا ناكلو التاكوس او جوست لهنا التاكوس نتاعنا شباب هاكا ساندويتش تشيكان برجر بيتزا كيباب ديما الحس وديما الامبوتياج باريس. شبيبة هذا هو التاكوس نتاعنا تشيكان وكيباب اللي هي الشاورما معناها ومعها جبل فريد مش نورمال. من غير ما نوصف لكم ما فماش وصف بنين مش نورمال. واو شنو رايك في هذا؟ اما يتسمى غالي شويه خاطر باريس 8 اورو هي مع البوسو يولي 9. سو نكمل ناكل ونرجع لكم شباب. كملنا كلينا خويا وطلعنا المترو نمشيو لا ديفونس توا نقابلوا كعبوره غادي. سو شبيبة جينا لا ديفونس وانا دخلنا البوتيك جو سبور. شوفوا حتى الاعراض عملوا لهم مانكا شنو رايكم؟ هذا جو سبور شبيبة نشوفوا زاد البودير هذا 269 اورو شبيبة او اير زوم واو ولا مريول البرتغال 89 في الابيض ولا هذا الزوز 89 ولا السيرفيت مو هذا 50 اورو خضر هذه والتيان شبيبة 189 اورو وهذه زاد 179 اورو هذه تي اس شبيبه 179 واو وهذوما الجوردن شبيبه على كل لون يا كريمه مثلا نشدوا هذه 139 ولا المزيانه هذه شوفها كيفاش محلاها ب 179 شباب هذه واو برجوليه شنو رايكم في التوني جوردن هذا واو هنا نلقاو له حكايات كل نتاع الباسكيت منه ومن غادي مثلا هذه ب 94 اورو خلعه. شبيبة انا كنت في النايك مش جو سبور جو سبور غادي والله نحسب روحي جو سبور اما هذا النايك كنا في محل النايك ايش نرجع نصور حاجه اخرى نتاع فرنسا شباب في ديمونت شفتوا حاسين لو سونتر كوميرسيال نتاع لا ديفونس كبير مش نورمال شبيبة بالعمل ضاعت ما عرفتش منين نخرج اما تو عرفت انا خارجين نمشي نعملوا قهوه يا ودي ايش عندك اتحل 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 نو نو ماهيش خارجة نحسب منها الخارجة شو شبيبة في السونتر هذا هاك تمشي على الزربية شنو رايكم؟ شو قداش كبروا السونتر كوميرسيال شبيبة النيفو هذايا زيرو ان دو تغوا شوفوا شنو هما البوتيكات اللي فيه كل شيء موجود كل شيء لا ديفونس هذي واو اذا شوفوا الخارجة كيفاش تقول راك في امريكا ولا في دراويل واك شفت ولا كي تخرج تشوف الدنيا هكا وي 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 هاي شبيبة هذه لا ديفونس يا خويا اللي ما يعرفش لا ديفونس ها هي شبيبة دونك قررنا نقعدوا في ستاربكس اعز اختيار لهنا قهوة مزيانة برشا هاو كابورا جا مرحبا بيك سي كابورا في ستاربكس لا ديفونس تفضل خويا هكا تعطيني كالعادة تعبت علمني كيفاش نجري على الحيط يا خويا هانا خرجنا طب نعلمك كيفاش تجري على الحيط انا خرجنا من هذه ستاربكس هاي الدنيا كيفاش تو اخويا ننطلقوا ديريكت الى محطه الحافلات
باي باي. كل موقع غادي ثم شانتي كلها شوانت باريس وين تمشي توقع شوانت. يلا عين الناس الكل هكا هاو شباب شنو رايكم؟ هذه هي ديفونس. تمشي الحجامة جديدة يا حاج مريم بيان سور وريت هنداوي هنداوي حجامة من عند واحد هنداوي هو قرقت لي راسي يا ودي محسوب مش عرم ويعاود يطلع مهما كانت النجيجة. والله باهية والله باهية هكا طمال طمال يعطيه الصحة يرحم ولدي. بام بارام بارام ايوا الحوايج لا نوصلوا للكار ونرجعوا لكم. شوف شباب هم قاعدين يعملوا في دار بالقصب راه القصب هذي قاعدين يعملوا فيه في البريكه هذه في الديفونس عرفتوها شنو هذا شفت هيك عبور هيك عبور دار بالقصب هاي خويا الكابورة الوداع 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 اخويا كابوره تجيك المره يا ابو زيد رد بالك على روحك اخويا بيناتنا تليفون يستر سلام باب سي سي لا فامي شدوا تريخنا اخويا شويه اخر ربع ساعه وننطلقوا شبيبة والله كنت راقد في سابع نومه وقف بين البوس هنا نعملوا بوز ربع ساعة ديجا شباب نقول لكم الفيديو متاعنا يوفى لنا وان شاء الله كي نوصل بلجيكا تو نعملوا فيديو اخر هذيك يهبط وحده السلام عليكم بيس بيس ما تنساوش سبسكرايب لايك احلى ناس نتلقى في برشا فيديوهات السلام عليكم